السلام عليكم، شلونم الحلوين؟ يلا حياتي، مادة قراءتي للصف الأول الابتدائي تكملة الجزء الثاني من حل التدريبات صفحة 78. يلا هسه نبدأ بحل التدريبات صفحة 78. كلكم افتحوا معاي كتاب القراءة يلا حياتي حتى نبدأ بالحل. هسه ندحق على أول كلمات. هون عندنا بهاي البطاقة الكبيرة نزور زيدون دارة، نزور هون خلي ضمة، نزور زيدون دارة. هاي كلمات نريد نعمل منها جملة، جملة مفيدة. اش نقول؟ نقول يلا داش عملنا من الحلوين الشطار معايا يحزغون. اش نحله؟ نقول نزور دارة زيدون، صحيح؟ يلا نكتب هذا شكلتنا هوني على هذا الخط. نتهجى نزور دار زيدون. يلا مثل كتابتي وانتم كتابتكم الحلوه كلتكم مثل ما تعودنا نكتب داخل الصف، كتابي حلوي ومرتبي. نزور دار زيدون، صار عندنا جمله مفيده متكونه من ثلاث كلمات. هسه نجي على البطاقه الثانيه. مازن بابنا دق، نتهجى مازن بابنا دق، ثلاث كلمات. اش نطلع منها جملة مفيدة؟ اش نقول؟ اش نقول؟ مازن دق بابنا، صحيح؟ يلا نكتب هذا شكلتنا، تهجون معاي وتكتبون. مازن دق صارت مازن دق بابنا، نتهجى ونكتب مازن دق بابنا، مازن دق بابنا، صاعدنا جملة مفيدة. بس نجي على البطاقة الأخرى. أشعدنا كلمات نتهجى ريفي ريفي منافن منافن، قلنا ريفي ومنافن في بقر بقر، أربع كلمات هون عندنا. أش نعملها جملة مفيدة؟ يلا دارش فكروا معاي. أش نقول؟ في قبل الكل نكتب في ريفي مناف بقر، في ريفي مناف بقر. يلا نكتب كلتنا سوا، في ريفي مناف ما ناف مناف بقر بقر بقر، صعدنا في ريفي مناف بقر. هسه نجي هوني. إيمان إناء، في ماء، نريد نعمل منه جملة مفيدة. هاي الكلمات الأربعة اش نقول؟ يلا فكروا معاي. نقول في قبل الكل في إناء، هوني ماكو كسرة جواها بس إناء، في إناء إيمان
ماء. يلا نكتب قبل الكن، نكتب في، في إناء. بتتهجم معي؟ إي من، ماء. ساعدنا، في إناء إيمان ماء، في إناء، إناء معكو كسرة، إناء إيمان ماء. هسا نجي على البطاقة الأخيرة، وزيتون، وزيتون. قلنا إذا نشيل و اش يصير؟ زيتون، زيتون. احنا عدنا وزيتون. بيتنا. في تمر، تمر. عشان نطلع جملة مفيدة من هاي الأربع كلمات، عشان نقول قبل الكل، يلا فكروا معاي، منو يعرف؟ في بيتنا تمر وزيتون. يلا نكتب هذا شاكلتنا. في، هون نجي خط، في، يلا معاي، في بيتنا، بيتنا في بيتنا تمر، تمر و زيتون. نون نتهجى، في بيتنا تمر وزيتون، في بيتنا تمر وزيتون. هسه قبل كل شيء ندحق على البطاقات، ندحق عليها نزور دار زيدون، يعني نروح خطار بيت زيدون، نزور دار زيدون، هاي أول جملة، إيه هذه، نزور دار زيدون، يعني نروح خطار بيت زيدون. الجملة الثانية، مازن دق بابنا، مازن دق بابنا، يعني صديقكم اسمه مازن، واحد منكم مثلا يقول مازن دق بابنا، يعني جاء دق الباب. الجملة الثالثة، في ريف مناف بقر، في ريف مناف بقر، يعني بالريف، يعني القرية، قرية مناف، قلنا ولد اسمه مناف، في ريف مناف بقر، يعني بالقرية مال مناف أكو بقر. الجملة الرابعة، في إناء إيمان ماء، يعني بنت اسمها إيمان، بالصحن ماله أكو ماء. الجملة الخامسة، في بيتنا تمر وزيتون، يعني أكو بيتنا تمر وزيتون، اثنين مادة غذائية جيدة وطيبة ولازم ناكلها دائما، تمر وزيتون، هاي تمر وزيتون. هسه انتهت حل التدريبات، صفحة 78. يلا شكرا.